السلام عليكم خوتي الخواتات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير والف خير. صباحكم مبروك وجمعه مباركه ان شاء الله علينا وعلى جميع الامه الاسلاميه يا رب، ويا ربي حظ موفق للمنتخب المغربي ان شاء الله اليوم يتاهل للدور الثاني. يا ربي يا ربي، تطلبوا كاملين حنا كاع مغاربه وبغيناهم ان شاء الله يفرحونا كيما فرحونا في الماتش اللي فات، يفرحونا في الماتش هذا ان شاء الله ويتاهلوا للدور الثاني ان شاء الله يا رب ويكون خير. وكنتمناو يكونوا هما الاولين في المجموعه باش نتفاداو المنتخب الاسباني لانهم شويه واعرين علينا، شي واعرين علينا عندهم شي براش كيطير. ما علينا، اليوم فيديو جديد، اليوم واحد الفيديو لي سبيسيال. البارح عيطت عليا نزهة، شكرا اخويا الله يحفظك. جيت نشرب القهيوه كحلا عاد تمشي عند الدار، عيطت عليا نزهة وقالت لي والو خاصك تجي تشوف لي شي حل مع ديك الناموسيه، وهي كنتم عارفين نزهة راه صح قاصح. نقول لها لا راه الناموسيه مزيانه، لا لا بيعها بيعها بيعها. قلت لها شوف انا غادي نجي غادي نصورها وغادي نشوف واحد الدري في تريبورتور اللي كنحول ليها الحوايج وداك الشيء باش نديها لواحد الماكينه ديال النجاره، ماكينه ماكينه القهوه، نديها الماكينه ديال النجاره باش يقطعوها ليا. حنت المشكله هذيك النهار قالت لي جيب شي واحد يقطعها، جيب شي واحد يقطعها. قلت لها راه ما يمكنش، قلت لها انا مشيت تجيب شي واحد يقطعها غادي يجيب لي سوطوز، سوطوز كتشنتف، سوطوز غادي يقطعها بحقها. ديك سوطوز عندها صغيره منشار غادي تشنتفها ليها وهي مع الام دي ان، وهي كتقول لي لا بيع دابا. دابا المشكله كتقول لي بيع، كنقول لها راه ما يمكنش نبيع لان هذيك قالت لي لا انا شفت شي وحدين زوينين. وي ترى ماشي قليل زوينين، راه الصح ما كاينش، راه ما كنتيش مصيب نتايا، راه ما كاينش الصح، راه كيديروا الاستراتيجي ديكور اللي غيفهموني كذا، كيديروا واحد الاستراتيجي ديكور كيوصلوا لما كيبدا يتفرتت. مازال الام دي اف راه صحيح شويه، غادي نصوبها بالام دي اف. هذه راه فاش كنت خدام انايا في ديك الشركه في كازا، كان واحد الشاب ديالنا الله يذكره بخير قبل ما يخرج هو مسكين فاش وقع ليه مشكل مع الباترون، كان صيبها ليه هو، وكانت كبار من هكا كانت كبيره. وفاش مشى مسكين بحالاته بقات هي تما في لاتولي كتلاوح، انا فاش شتا كتلاوح انا نقول لواحد الدري كان جا تكلم تما من ديك لاتولي قال لي انت خويا سعيد راه بغيت هذيك الناموسيه، قال لي شوف مع عمر مع الباترون. مشيت انا ديك الساعه عند الباترون قلت هذيك عمر ديك الناموسيه اللي كانت تما، قال لي سير ديها. قلت لها ينقصوا لي؟ قال لي سير نقصها منك لها. قال لي تبقى تما حتى تلاعب. قلت لها صافي الله يرحمها، هي فين نقصها؟ ويتها من الدار هذيك الساعات. قلت لها صحيحه راه صحيحه، يعني زعما كاين الصح وانت انا واخا ثقيله هي اصلا، هي راه تحول راه كرفصاتنا ديال بصح اكثر. باش كنا جبناها من كازا وطلعنا لديك الدار الاولى اللي كنتو شفتو هذيك الصغيوره، عرفتي الدروس الصغار، وطلعنا بزز داك الدير ديال اللي كيمشي على الحيط، والله طلعنا بزز راه ثقيله وصحيحه ديال بصح. دابا غادي نمشي عندها وغادي نصورها وغادي نمشي للمكازا ديال الماكينه ديال النجاره، للناس اللي كيعرفوا الماكينه فين كيكونوا كيقطعوا العود وداك الشيء. مع كاين واحد اللعيبه كيقول لها 6 كيلو كتحط الطبله وكيتجرب بحال هكا، كتجرب داك المشهد صافي تيقطعها يعني جوج قطعات ما غاديش التلفازه، ما غاديش ما غاديش تخام عليا انا غاليه بزاف دغيا زعما قطعات جوج قطعات ونجيبها ليها. غادي بعدا خصني نعبرها ليها، اول حاجه نعبرها ليها باش نعرف فين غنقطع باش ما نخسرها ما والو، يعني باش تبقى شاده نيت صولي تبقى صحيحه. وانا نتوما معايا ديك الساعه نشرب القهوه دغيا غنفيق الراس، راه فطرت في واحد المحيليله قبيله وقلت باقي واحد شويه عاد نمشي. قلت انا جيت هنايا قربت ليها للدار غادي نشرب قهوه كحله، قهوه كحله وغادي نمشي نشوفها ليها ونصورها ونشوف نعبرها بواحد الساد راه كاين تما نيت انا عارفو عندها، غنعبرها ونمشي عند النجار ونسولو نقول لي خويا بغيت نقطع هادي من هنا شحال تقطعوها ليا، ونعيط على مول تريبورتور نشوف لك مسالي نمشي نديها ليها. دابا نيت دابا نيت نديها نقطعها، وانتوما معايا بقاو معايا باش نمشي عند الدار ديك الساعة وندق عليها ونشوف شنو غادي يجيب. يلاه بقاو معايا متمشيش بعيد. يلاه انا رجعت معكم الخوت والخواتات. اسمحوا لي انا اليوم راه دايخ انا بيا باه كنقول لكم جمعة مباركة، واليوم راه الخميس باش تعرفوني انا مقلوب انايا كصحاب لي اليوم الجمعة. ها نتوما شتو دابا هاني جابا صورتها درت لها واحد التصويرة، خاصها هي دابا تجيبها في هاد الحيط هادي، هاد الحيط هذا اللي هنا خصني نجيبها من هنا لهنا. دابا راه عبرت من تما لتما تقريبا، غادي نحيد من هنا. ها نتوما شتو هاد الخط هذا، وغادي تجي حتى لهاد الخط هذا حتى هو، غنحيد هاد الطرف هذا يعني هاد جوج طراف هادو. ها نتوما كتشوفو هاد جوج طراف هذا وهذا،
لا هادو غنقطعوهم دابا. والمشكله فين بقات عندي، بقات عندي في هاد اللعيبات هادو هنا هاد جوج تقيبات هادو فين كيركبوا هادوك لي طابل دو نوي اللي تيكونوا في الجناب. ولكن انا فكرت اليوم غادي نشوف شي واحد كيصوب الرجلين ونصوب لها الرجلين ديالهم يكونوا غير صغار ونصوب هادوك باش ما يضيعوا ما والو، حيت هما كيتشدوا غير بالفيسات، كيتشدوا غير بالفيسات من اللور. هادوك دابا غندير لهم انا رجيلات يولاو يتحطوا، ما يبقاوش معلقين فيها. حيت ديجا غنحيدوا لهم بلاصه ديال الثقبه ديالهم، انتوما بلاصه من هنايا وبلاصه من هنايا يشوا هاد البلاصه هادي. وانا هذا الشيء اللي قلت لها، قلت لها ما تلوحيهاش لان صحيحه انتوما عرفتي راه غليظه. ها ها شو عرفتي راه ثقيله دابا، راه بغيت نخرجها ولكن خاص اللي يعاوني فيها. راه صحيحه فاش تجرى كتهرب ليك من هنا، لان غنخرجها للكولوار وديك الساعه نشوف الدري ديها معايا. واحد قسمين المكانه ما كاملاش دغيا غادي نقطعوها، يعني دغيا دغيا صافي اختي نزها صافي اختي. هادشي اللي اتفقت انا وياك عليه ياك، غنسر بيك وبلاتي نعيط لمول تريبورتور ديك الساعه باش لا راه ثقيله راه خاص لي عاوني. انت ما تقدريش تعاونيني اختي فيها. يلا بين ما نديها عند نشوف انايا مول تريبورتور ونديها ديك الساعات. خاصنا كيما قلت لكم نشوف مول تريبورتور وندير الماكينه ديال النجاره نقطعوها ونجيبوها ليها. ديك الساعه فاش نقطعها راه غنوريها لكم، فاش تكون تتقطع راه غنوريها لكم هذيك الساعات. يلا انتوما معايا. انا رجعت معكم الخوت والخواتات، كما شفتوا دابا مشيت حتى للبلاصه الناس اللي تيعرفونا ستار راس وداك الشيء، مشيت للخشيشه البلاصه تيقولها الخشيشه. مشيت شفت واحد الماكينه تما كاينه، هضرت مع مول الماكينه وهضرت مع واحد النجار تمايا. لقيت عندهم ديك الطابله ديال هاد السيكيلور هادي صغيره، يعني ما غاتهش لينا داك داك الديرير ديال الناموس، يعني خاصك تضرب من هنا وتعاود الدور وتضرب الجهه الاخرى غادي تشنتف. حيت الا بقيتي الا ضربتي من هنا ومن هنا غادي تشنتف، يعني غادي ياكل العصا اكثر من هو واكل العصا. هذاك الشيء علاش انايا قلت خصني نشوف شي حاجه اللي ما غاديش تشنتفوا ليا. رجعت لواحد الماكينه اخرى هنايا، هنا جيت التيران ديال تاع الراس، دخلت عند شي دراري تما حتى هما، لقيت عندهم نفس المشكل، يعني كلشي كيقول لي خاصك تطلع للتشيره، قال لي التشيره عندهم عاد شي ماكينه تما كاينه ما عرفتش، قال لك راه هي اللي كتقطع. مشكله دابا خاصك تطلع تهز هذاك كامل وديتها للتشيره وتقطعو وتعاود ترد. هذاك المول هذاك النجار الاولاني اللي لهيه قال لي انت شوف اخويا الا بغيتي راه نديه لك، عنده تريبورتو انا ندي نقطعو تما كاينه. قال لي راه هذيك راه نعطيوه، قال لي تعطيني 70 درهم، يعني هو بغى يعطي لهاديك 20 درهم ديال القطعه باش يقطع هو ياخذ هو 1000 ريال ديالو. زعما كاينه ديال الي روتور، يعني ديال يدي لك هذا يدي لك داك الديرير تاع تما ويقطعوا لك هوايا ويردك معاه. قلت لي واخا خويا من هنا العشيه غادي نقول لك شنو كاين. هو قال لي غير ما تفوتش اما توصلش الربعه على حساب الماتش تاع المغرب. قلت لي لا ان شاء الله ما غنفوتش الربعه، قلت لي جوج ولا الوحده ونص راني نعيط لك. قال لي صافي كون قلت لي كون هاني، قال لي صافي ماشي مشكل. دابا انا غادي نطلع هنايا، قالوا لي كنعت لي واحد الدري، قال لي شي واحد شي دراري عندهم هنا عندهم واحد السيكيلو كيقطعوا هما الام دي اف. حيت دابا جيتي تقطع الام دي اف بشي صوت وشي حاجه كتشنتف ولا تشنتف راه مشكله. هو المشكله ديالهم بلاكي داك الام دي اف مبلاكي بهذا بالشان، الا تشنتف داك الشان صافي خسر، يعني راه خصك ما هي وما لون نهارك. شو كيفاش ولا تضرب بزاف في البلايص. هذاك الشيء علاش انا قلت نزها، قلت لها دابا انت باغا تشري، قلت لها وانت اصلا كتحولي من بلاصه لبلاصه، يعني غادي تمشي تشري عاوتاني شي حاجه بثمن وغادي تجي تحولي تعاوتاني عاوتاني نفس المشكل، يعني غتضرب مع الدروج غتضرب مع هنا غتضرب مع هنا بحال ما درتي والو. اللهم قلت لها خلي داك البلاكار هكاك داير تنشوف لي شي واحد اللي ديما نتحرك شويه انايا ونشوف لها شي واحد اللي يصوب لي البيبان، يعاود يصوب ليهم البيبان ديالهم حيت غيكون خاصينو غير جوج بيبان، ما غيتقاموش غاليين حيت غير نوفو بوا ماشي شي حاجه اللي ولا ستراتي ديكور كما تنقولوا، حيت فيه هذاك الراماج يعني ستراتي ديكور. نشوفهم يعني ما غيتقاموش غاليين جوج بيبان، راه ما عرفتش بزاف ما غيتقاموش غاليين، ومع الخدمه ديال النجار زعما ما غيتقاموش غالي. انا كنت هضرت شحال هادي مع واحد النجار وقال لي راه نصوبهم لك ما عنديش المشكل. قلت له الله يرحم لك الوالدين، قال لي راه نتفاهم معاك ماشي مشكله. كاين حدا دار
حدا دار مرت نزار هذاك النجار. ودابا هاد النجار اللي تلاقيت معاه حتى هو فاش كيشوفني قال لي واش تحت الجامع؟ قلت لي لا لان راه فين ساكن، راه فين ساكنين دابا يعني زعما عاد لي على الدار ديال مزال اللي كاينه دابا. ودابا قال لي هذيك جوج ونص ولا جوج عيط ليا، قلت لي انا هذيك الوحده ونص كاع ولا جوج غادي نعيط عليك باش نشوف باش نمشي انا وياه نقطعوها ونرجعوا. انا غنمشي دابا نقولها للنزان نقول لها شنو كاين. قبل ما نقولها لا قالوا لي الدراري كاين شي وحدين غير هنايا شي دراري كيديروا هادشي ديال الام دي اف، قال لي راه يقدروا يقطعوه لك. نمشي نسولهم على الله، كنت باغي نصور لكم داخل في المكازا ولكن كان البشر كثير. اشوف شاد التليفون يقول لك لا كتصور فينا ولا ما كتصور فينا. قلت اللهم نتفادى ديك القضيه، غنمشي دابا كاين نشوف هاد الدراري هادو. وباش ما كان غنقول لكم مشيت قطعتها فهاد العشيه، غنقول لكم راه قطعت ما كنتش غادي، غنقول لكم راه ما غنمشيش ونسد معكم الفيديو حتى لغدا ان شاء الله. الا كنت غادي نمشي غنصور لكم كيفاش هزيت هذاك الشيء وكيفاش ديناه ونوريكم الماكينه اللي غنقطعوا فيها هذيك الساعات. ولا سخر الله راه مشو كاع قطعوا كاع اليوم احسن ونتهناو ونهنا حتى هي باش حل الجو. دابا المشكله هاد اليومين الجو ديال الشتا، ويا ربي ترحمنا يا ربي، نطلبوا كاملين الرحمه يا ربي وتسقينا الغيت يا ربي. كنا لا تصب الشتا وغادي يوصل ليها لذاك الشيء حيت حاطه شي حاجه في ذاك الكولوار اللي شتو اللي ورا حاشاكم الطواليط معاك بحال الضوايا، هي بحال لاكور صغيور. الا صبات الشتا على ذاك الام دي اف ذوك الجناب ديال الناموسيه غادي تنفخوا وغادي يخسروا، يعني خاصني نزرب ليها على هذا الشيء هذا باش هي تبقى هانيه مع راساتها. وانتم معايا ديك الساعه اي حاجه غادي نديرها غادي تكونوا معايا. يلا انا رجعت معكم الخوت والخواتات. يلا لقيتوني عيطت دابا جوج لاروب، عيطت لذاك السيد داك النجار مع هو قال لي جوج، عيطت ليا عيطت لي مع جوج لاروب وقال لي انت راه قال لي انا عيطت لشي واحد تما كاينه في ديك البلاصه في الدشيره الفين، قال لي عيطت لشي واحد صاحبه ولا ما نعرف، قال لي راه غيحلوا حتى ثلاثه، قال لي راه جات مزاحمه مع الماتش، قال لي غنمشيو يلا غيحلوا، قال لي وما تعرف قال لي يكون بنادم تما كاينه واقف يعني شاد النوبه ديالو، قال لي غنمشيو غنقول له معطلين، قال لي وانا باغي نجي نشد بلاصتي في القهوه، قال لي خليتها لغدا وهذيك. قلت لي صافي غدا ان شاء الله الصباح وهذاك الشيء، قال لي لا قال لي خليتها للعشيه ان شاء الله مع ديك ثلاثه ونمشيو. قال لي غدا ما كاينش المنتخب، قال لي نمشيو غدا نخدموا على خاطرنا، وقال لي وجي نجيبك ديك الساعه، قال لي دخلها للدار عندك. صافي داك الشيء اللي قلت نزال، قلت لها انت اختي راه المشكله، قلت لها مع الماتش، قلت لها هذوك ما كيحلوا حتى الثلاثه راه ما يمكنش نمشيو تمايا والسيد باغي يتفرج في الماتش. قلت لي صافي ماشي مشكل، دابا انا غدا عاد غنديها وديك الساعه باش نكون غادي راه غنصور لكم وتشوفوا فين غنمشي نقطعها وتشوفوني باش غادي نجي نمونطيها لها هذيك الساعات. يلا بالسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي، وما تنساوناش دائما من اللايكات ومن البارطاج. السلام عليكم.